بنحب نقول يعني نوجه نداء للسادة المشاهدين ان مصر هتلعب ان شاء الله باذن الله الخميس القادم مع زامبيا مباراة مهمة جدا في الفيفا ديت، ثم يوم 16 مصر مع الجزائر. المباراة الاولى مع زامبيا هيكون في حفلة للمطرب الكبير احمد سعد في استاد بن هزاع، وان شاء الله باذن الله نتمنى كل الجمهور هزاع بن زايد، وان شاء الله باذن الله نتمنى ان كل الجمهور المصري يكون موجود في استاد هزاع بن زايد في العين. ويعني الحقيقه دايما بيكون الترتيب ودايما بيكون التحضير هناك رائع جدا، والتنظيم لاشقائنا في الامارات بيكون على مستوى رائع جدا جدا. نتمنى ان شاء الله باذن الله إن شاء الله بإذن الله حضور عدد كبير جدا من الجماهير المصرية. عرضنا صورة للمسلوسي نجم نادي الزمالك مع شيكابالا، والمسلوسي بينزل تويتر دلوقتي أهو بالنسبة للقطة الاحتفال مع شيكا، لقطة عفوية طبعا، وأنا والله من كتر الحماس والفرحة نسيت شو عملت بطريقته، يعني لقطة مش صح اعتذر، واكيد جميل. اعتذاره يعني مقبول جميل المسلوسي. طبعا خلي بالك يعني هو انا مش عارف بيعتذر على ايه. يعني اكيد في ناس هتنتقده، لكن في نفس الوقت لو تفكرها تلاقي رد فعل طبيعي ما فكرش فيه، هتقول لي يبوس رجله، هو من فرحته عمل كده. يعني من فرحته عمل بس رجل شيكابالا. بجد انسان كويس جميل. ربنا يا رب يكرمه. يعني رايك ايه في عدم اختيار كهربا للمنتخب؟ طبيعي هتاخد كهربا يلعب ايه؟ هيلعب جناح ولا يلعب فرود؟ انا بسالك، ما اعرفش. يعني انت هتاخده يلعب فرود لو لعب جناح، تسعه ولا جناح؟ لو جناح، ما هو جناح محجوز. محجوز ولو هنا وهنا، ولو فرد محجوز فتعتبر الاماكن محجوزه يا كابتن. ما هي وبعدين هو ما لعبش يعني يعني الفتره اللي فاتت دي كان مش قاعد احتياطي، صح؟ ما لعبش بشكل اساسي يعني. لا يعني لعب معظم الماتشات اللي فاتت، هو دلوقتي بس عشان في حاله وقفه في مباراه الدوري. طب هو خد مين فرد مع مصطفى محمد يعني؟ اخد صلاح، مصطفى محمد، ومروان حمدي. اعتقد مروان حمدي برضو، خلي بالك هو الراجل شكله من النوايا اللي بيحب تسعة، رقم تسعة اللي هو بحج، اللي هو جوه في الصندوق مع الاثنين مساكين، مش ما بيحبش راس الحربة اللي بيطلع بره الصندوق كتير. هو الراجل بيحب شكله كده زي ستايل مصطفى محمد، مروان حمدي كده، مروان محسن، يعني الشكل ده.